على مهلك ادهم، ادهم على مهلك، يعني ليش مستعجل حبيبي؟ هلا بتروحنا؟ ها ادهم، مو محرز القصة يا حبيبي، مو محرز القصة، بعدين لا تنسى نحن واعدين ولا طارق منتظرنا. ادهم على مهلك، ادهم على مهلك، على مهلك، ادهم ادهم على مهلك، على مهلك، على مهلك. انزل هلا، صرت مبسوط القرف اللي عايشينه؟ مو على اساس كله عندك مثل الصرمايه؟ لا تعد جن على سماي. ايوه ادام، يعني شو صار؟ مو عملت اللي بدك اياه وفشيت قلبك وتركت الشغل؟ خلصنا بقى يا ادام، انت لازم كل ما صار معك شغله ناطرك تنزل. ما راح انزل وانت لازم تروق. ولك انا الحق علي اللي ما فشيت خلقي. على ما هي هي على مهلك الشغل وتركته، كان لازم ابزق بنص خلقته لهالحقيره. ماشي طول بالك، على مهلك يا ادهم، الله يسترك على مهلك. لك يا اخي، اخي نزلني اذا بتريد، نزلني على مهلك. لك ادهم قولي، لك شرطي، لك عبينا، يفتح حريشك، يفتح حريش شحطتك. شرفك هذا منطق اللي عم تحكي فيه؟ لينا لا تخلي امك تخرب عليك حياتك وعلى بلا طعمي. ها امي؟ ايه امك، كل ما بتروحي لعندها بترجعي بموال، نحن مو قدرتنا نجيب كل شيء. وطي صوتك اللي بتفيه لانا. طب هي اخذت مكتب مثل ما قلتي، بكره شوي شوي لقدام بيشتغل بتحسن الامور، يعني وقتها ممكن اقدر اعمل لك كل شيء عم تقولي عليه، بس مو هلا هلا اكون فيكم. مو ظابطه انت، واضح ما عاد بدك يعني، وعم دور على اي طريقه مشان تطفشني. بعدين بنتك لانا ما عم تهتم فيها. لك انا ما عم بهتم بلانا؟ ولا انت كل مره ربت عليها بتجني؟ اوعى ظهرها واوعى راسها ومو هيك وهيك. لك بيجي بدي العبها بتعطيني 100,000 مليون ملاحظه بالثانيه. عم بستنى ليصير عمرها سنه لحتى اقدر العبها، لحتى اقدر اهتم. بعدين ثلاث ارباع الوقت تركتيها عند امك، هلا بشرفك في وحده بتترك منتها كل الوقت. صفيان كرتونه جوا، رح فوت جيب لك اياها. ليش هدول كراتين الي؟ اي هاد لون اغراضك. شرفك الكرتونه هدول اغراضي. قولي ما رح ناقشك هلا، بس يا ريت يا ست لينا تعرفي انه انت ما عم تحملي مني ولا كلمه. يا ريت جربي بس تفكري بوضعي، يعني فكري بوضعي وانت فوق راسي ليل نهار، على كيف وليش وامتى. انا ايش عم بحكي؟ دخيل اسمك يا الله، انا ايش عم بحكي؟ ما فهمت ايش عم تحكي يعني. احسن شيء انه ولا شو هلا؟ لا هلا ولا بعدين. احسن شيء اني روح. ايه وخذ معك اغراضك، ماني مضطره استنى اسبوع ثاني. بعدين حبيبي انا قررت قرار نهائي خلاص. شلون يعني قرار نهائي؟ شو انا عم لعبك منسي اربح المليون؟ ما بدك تفكري فينا، انت حره. بس لانا شو ذنبها؟ وين بدك تسكنيها؟ دخلت امك بتحواكي؟ لك اتحداكي، ها اتحداكي تلاقي زلمه تحمل اللي تحملته منك. لك فوق كل هاد لقب الصرامي وجامعه الكراتين. شكلك ما بدك تستوعب، انا ما بدي ناقشك، الحق معك 100%. يا اخي اعتقني، هاد بيتي وهدول اغراضك احملهم وروح. شلون هدول اغراضي؟ شلون هذا بيتك؟ ليش شو جبتي على البيت؟ شو جبتي غير التحفه الفنيه اللي بعثت لك اياها امك؟ ليكي لا تخليني جن، ها لا تخليني استر. انت بس يا انك خريج حقوق عم تشتغل محامي، ولا هي كمان فيها ريحه الكذب؟ تذكر تذكر شو مسجل على حالك. ايوه يعني انت هلا مقدمك ومؤخرك بدك اياه. طبعا. لك لينا، هلا بصير بين اي اثنين مشاكل واكثر من هيك. والله انا بعرف احيانا تمر مواقف تكون تافهه. اهلك خبرتهم، الكل صار مقتنع الا انت. ولك انت مجنونه، لك شلون بتخبري اهلي؟ صوتك لك يا
تشتغلينا اقسم لك وقت. استنى بدي اعطيك طقم المالي تبع اختك، بعرفك قديشك بتحبه. شفت شفت اني راعيتك. لك لينا والله حرام عليك. مو بس لا عن جد صدقيني صدقتك اخي. الله يخليك طول بالك، مرته عم تولد بالمستشفى. اذا مرته عم تولد بروح العالم. اخي هاي لورا. لك طول بالك، انسى الورقه شوي عمي. الله يخلي لنا اياك، لا تاخذنا حبيب قلبي انت. غير المسياره اخي هاي لورا وخلصنا ان شاء الله. يلا معلم نازل لعندك، انسى الورا شباب. يلا معلم جايك جايك. الله يخليك حبيب القلب. قلت لك هو مزعوج شوي، مرته مخطره بالمستشفى. حبيب القلب بشير لنا اياها. امسك معلم. حبيب القلب انت اخونا، الله وكيل عليك. حبيب قلبي على راسي، الله يديمك ما شاء الله عليك. الله يغسل عين على الفشخه، غسلت العين عنك. يعطيك العافيه حبيبي، الله يحفظك. خلاص ما شاء الله. تعال هون، قديش حطيته؟ لك ايه بدك عني وخلاص، لا تفتح تمك ولا بحرف. لك تدفع لي 500 ليره. 500؟ ايه 500. مستغرب كثير، بدل ما تشكرني وتقول لي شكرا يعطيك العافيه، فوق كل المخالفات اللي خالفتها مستكتر 500 ليره. لك اخي انت ليش نزل حالك تخترع كل هالقصص؟ فوق منا 500 ليره كمان؟ خلص خالفنا ياخذ لورا. لو الكل بيعمل هيك بهالبلد ما بيضل في سرقه ولا رشوه. عيني انت بخالف، والرشوه بتضل لازقه فينا طول ما نحن قادرين ناكل، عم تفهم علي؟ بدك تتشكرني تدفع لي 500 ليره غصب عن راسك. لك يخرب بيت قلبك قاشع حطه على المقفاه، وكلياته مشان وقعتك الماء للزوم. بتخوزق جنابك، ما في داعي تتفقس على البشر. قول هيك من الاول، خايف تنشحط ما هيك؟ والله مالي مضطر انشحط، على الجيش موجود انا بسبب اكل هواء. بعدين استعجل شوي ناطرنا طارق، وبدك تدفع لي 500 ليره وجهك فوق راسك، بعرفها بتطيلس عليها. يا حبيبي اخر ايامنا بده يصير مصلح اجتماعي هلا، بده يقضي على الرشوه بالمجتمع. على على مهلك، على مهلك خلص، على مهلك على مهلك على مهلك. لا 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 تزوري يا لينا، ما في مشكله بالدنيا ما لها حل. وهيك اليوم حبيت نطلع نسهر ونحتفل سوا، طبعا مع علمي انك معصبه من كل الوضع. شفتك معه. مع مين؟ انا ما بعرف انت ليش ما صرت ممثل، كنت نجمت. لكن ما حدا قال لك كلمه بدك تعملي لي اياها قصه. شفتك مع ليال، او بالاحرى مو شفتك، شفتكم طالعين مع بعض على البنايه على الدرج. روح روح احتفل مع وحده بتحبها بالفالنتاين. ليش تجوزتني؟ وبالحرة ليش أنا تجوزتك؟ روح هلا. نقرب على بعض شوي. ممكن ابتسامة صغيرة؟ أستاذ؟ خالصين إن شاء الله، ألف مبروك. بارك عمرك. ليش شوف الصور قبل ما تطبعيهم؟ بتعرف يعني ايه تكرمي، هلا إذا بدكم بورجيكم ياهم، بس يعني بدهم شي 10 دقايق. لا أنا لحالي بدي أشوفهم، معلش بكرة بمر لعندك الصبح. طيب ماشي. انبسطتي؟ هاي تصورنا مثل الأكاذيب، تمام هيك؟ شو كلفنا العجقة ستنا؟ الحساب برا، بس أعطيهم هذا الوصل وهن بيعرفوا. أمرك، وإمتى فينا نمر وناخذهم؟ بكرة، بس المساء إذا بتريد. ماشي، ناطرك برا على السريع، يعطيك العافية. أهلين. شكراً كثير، بكرة من الصبح بكون هون خلص أوكي. عفواً. انتوا ليش ما تصورتوا بالعرس؟ يعني هنيك الصور تطلع طبيعية أكتر. ما بعرف هدول طلعوا شوي جامدين. على فكرة نحن منصور عراس وحفلات. صراحة ما عملت عرس، قال حماتي كلفة مالها طعمة، بس استأجرت هذا الفستان وأقنعته إنه نجي نتصور. هيك بعد كم سنة كل ما بشوف الصور بتخيل حالي إنه صار العرس ما صار لحدا. يلا شكرا كتير. شعب عايش بالمنامات. ضلت اليوم كله راح تشتغل، شرطي من هون وشرطي من هون، انهبينا جماعتي ما عم تفهم.
بتفكرني عم روحهم على الحريم. معي انت استاذ؟ معك. بقى هاي هي قوانين السير الجديده، رفعوا اكراميه الشرطي، الله لا يهنيهم فيها. ولا قال لك اخطاي؟ طيب انت ليش ما بتتغير بالنظام وبتسوى على مهلك؟ اخي النظام وبلا نظام راح يتبلد. خليني اسوق هيك براحتي، اهل النظام اصبح ارفعوا دعوة. شو تفضلتوا سيدي؟ دعوة علمي من الداخلية؟ اخي انا مبسوط هيك وما ناقصني شيء. أيدا عندك. لا لا تخاف، انا مو امن. ولا انا، بهنتها صحصحت اليوم ما؟ الو. اهلا اهلا حبيبتي، اهلا. ايه على راسي يا ام محمد، يا اهلا. ايه قلبي سود، ايه على راسي. تكرمي فتحت الاشاره. تكرمي حبيبتي، تكرمي. ايه ماشي حبيبتي، زار فتحت الاشاره حبيبتي. فتحت الاشاره. يلا باي حبيبتي، باي باي. ايه معلم روح، طارت الدنيا. لا حول ولا قوه الا بالله. الظاهر المي فاتت على الموتور مع الدور. معيدكم شباب دفشه. لا حول ولا قوه الا بالله. المحامي محامي جحش. ريشك لا ملابس ثيابك، لك خلصنا ناطرينا. شلح 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 لك. ايه ما حفوت خلاص. هذاك اليوم بلشت بالبيت ساعة انا وعم نظف، مشان حضرتك تفوت بصباطك. ايه فهمت خلاص ما حفوت. بعدين اشتري لك موبايل، صرنا ساعة منزمر لك فوق. اخي انا بضمن ما حتسرطن منه على مسؤوليتي. بعرف لاني رح سرطن منكم. يلا الله يخليك، استعجل ناطرينا. بعدين هلا ادهم بيتضايق منك وبيقتلك. اهم شيء ادهم يقتلني. وينك؟ استعجلنا بوسويسك، جرة الغاز، كهرباء، مي، لا تنسى التاتش. حل عنا يا. جرة الغاز سكرتها. حاولي قد ما فيك يطلعوا زراف. ايه طبعا رح حاول، بس ما بوعدك لانك بتعرف انت الصور تبع الموبايل صعب كتير الكواليتي تبعه يطلع منيح ولو كان اللي مصورهم بروفيشنال. انت حاولي وانا بثق بشغلك. امتى في مرة اخذهم؟ خلينا نقول بعد ساعتين على الستة. منيح؟ على الستة. بقدر مرة على التسعة ونص لو سمحتي؟ على التسعة ونص. شوف لقلك، بدك الحقيقة على التسعة ونص منكون سكرنا. بس خلص خلص، اوكي على التسعة ونص. لا لا خلص، خليها لبكرة، ما بدي اعزبك. لا والله، شو خليها لبكرة؟ كلمتك ما بتصير تنتين أبداً. تسعة ونص يعني تسعة ونص أساساً. نحنا هيك هيك عادي. إن شاء الله تسلمي، شكراً كثير. ميت أهلا وسهلا. ماما على هالورطة تسعة ونص. إذا متضايقة من القد ليش وافقتي؟ زبون محل. صدقتك. لك روحي يا، أنت دائماً نواياكي عاطلة. هلا انا نواياي عاطله. شو لوين؟ شو لوين؟ قلت لك نص الصبح بدي اطلع بكير. بدك تحتفلي؟ احتفل بشو؟ بالفالنتاين اللي تجيبيها. ايه طبعا بدي احتفل، بس عم اتحذر مع مين بدي احتفل. حاكم انا امم علي. شو قلتك؟ بيشو ما فهمت عليك، يعني شو عم تحكي؟ صاحب على مرته على طول بيجيب صور نسوان. بتعرفي؟ لا. لك انا ليش مهتمه كل هالقد؟ عم نقول لك زبون محل دائما بيجي بحمد افلام عنا. لك شو بنا الاسبوع الماضي انت حمضتي له فيلم، والعرس اللي بدك تروحي تصوريه بكره العروس بتكون منتخته لمرته. هنادي ماني فاضيه لك هلا. ايمي من بالك احسن لك، انا ما لقيت تطبسي الا بواحد حقير. لا وفوق منها انت وحيت. لك يا طول عمرك ما اغباكي، هذا قد الحياة. لك هذا رجال، رجال قيمة، مركز، حضور، كتاف كتاف. شو فهمك انت؟ بعدين هيك رأسا عملتيني انه طابصة فيه؟ انا كل القصة انه شهدتني فضولي لعارف. بعدين ليه حقير بقى؟ واحد بخون مرته، شو بيسموه؟ لا مو معذب حاله يروح يغير مكان التحميض. هلا يعني مو اكيد يكون عم يخونها. بعدين حتى لو كان عم يخونها، انت شو بيعرفك شو وضعه مع مرته؟ حبيبتي شو ما كان وضعه في شيء اسمه طلاق. ايه
خلاص انت ما بتعرفي شو قصته، لا تحكي مع الناس هيك بهالبساطه. بعدين ما بتعرفي، بجوز انت بيوم من الايام بتطبسي بواحد متجوز. انا مستحيل. يلا بخاطرك. الله معي. مستحيل. قلت لك حمى ما اغباكي. قال قد الحيط فهماني. طلع عرضه للبيت. وين صار البيت؟ المكتب وين صار؟ من هون على اليمين روح. لك يا طارق بالله سكر هالشباك رح نموت زي. مو احسن ما نموت خنق؟ كب السيجاره انت الثاني. بيعك يا لطيف. شو نوري؟ بتضلك نوري. ليش مين قال لك اني باريسي؟ اخي نحن مستوعبينك لانك الوحيد اللي بتعرف عنوانه لهالمكتب. طارق ركز شوي، هذا مخفر جديدة عرطوز. وين صفي المكتب؟ خلصني سكر الشباك. لك ايه فهمنا فهمنا. ها لحظة شوي كمل دغري. هلا هلا بيجيك مفرق هون، انا علمته وقتها. ايه في مفرق بعد شوي علمه بتاكسي كانت واقفة على الكوع. لا كان في واحد ماري على البسكليت. تعرفوا انه انتوا الاثنين من صف التاسع ما تغيرتوا؟ لك ناقصكم انا. والله ملا تخيلك انت شو تغيرت. شلون 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 على شلون؟ ناقصكم انا. هلا وين هو يعني؟ وين المكتب؟ وين؟ ايه هون هون هي هون على اليمين على الكوع. ايه ولا شيء تخانقنا مثل العادة. شو مثل العادة؟ نفس الحكي ونفس العي واللي بتقوله دائما. حرق يلعن. لا ولا شيء مو إلك. طبست؟ لا ما طبست فيها، طبست بشغلة بتشبهها. بدك تحكيها؟ عم تهدد بالبيت؟ ما بعرف، مو على أساس رفيقتكم ما أحلاها وبتفهم وذكية. شرفوا حاكوها. لك وين عم تروحي؟ ما بسمعك. لا 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 نوار، لا أماني، لا أنتي من غير شي هديك مطايقتها. ما بعرف والله يا عزيزتي، أنا يمكن ضيعت، ما بعرف وين صرت. ممكن تحاكيكي بس أعرف وين أنا؟ طيب يلا باي باي باي. أمي ممكن ما بدك تساعديني بدك تقلي من الشيء؟ ماني عارفته. تعي لهون لسه في مطربانات بدك تفضيهم وتغسليهم. امي الله يخليك اجليهم اليوم ثاني. هلا بعد شوي بدي انزل. وين رايحه؟ هلا بتعتم الدنيا. هلا اذا بتعتم الدنيا بكير بالشتاء لازم نحبس بالبيت. ومو دغري طالعه يا ستي، لسه بدها تيجي نوار بعدين بدي اطلع انا وياها. لوين؟ امي ليش ما بتسالي ادهم كل هالاسئله لما بده يطلع؟ يا حزرك ليش؟ تعي لهون لسه ما خلصت كلامي. هلا كل ما بدي اطلع بدك تعملي لي هذا الموال؟ طالع عندي درس خصوصي وبدي روح. هيك بدك يعني يصير كذب عليكي؟ يعني يا هيك يا هيك. على فكرة أخوكي دائما بيقلي لوين نازل، ما بسأله لأنه ما بيحيجني. ايه طبعا، لأنه السيد أدهم مأمن إنك ما رح تقلي له لا. أساسا هو لوين بيروح؟ يا أما على شغله يا أما مع يعرب وسعد وطارق. يا حسرتي عليه. أيوة، وإنتي وين رايحة لحتى عم تحصري على أخوكي؟ آه خلص أمي، أنا ما عاد بدي أروح ولا محل، بطلت. خلص أمي روحي، بس تضربي أنت وأخوكي، أضرب من بعض، ما تكون مطشوشين لشي بهالبيت. أبوكي أمي خلص، لما أرجع كلياتني رح أنطش. كسرت خبز بالإيد وعشاق لبسه جديد، كل ما اجوا يعايدوا بينسرق يوم العيد. بشق النفس بنحب، بشق النفس بنعيش، ولندن
داري وجع هالقلب بنغني للدموع شق النفس بين حمار شق النفس بين عين الله يسترها تمنك على يمين ولا يسار هلكتنا دواختنا يمين يسار غيرنا سكوتك شو عم بلعب أنا شوف هي 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 لحظة شوي أنت بشو معلمة هالمرة البناية حتى بتأكد بلغ لحظة لحظة سيدي بشرف هي البناية شايف ذاك الزلمة اللي جاي لهون ليك هذا هذا تزورنا أنا وسعد وقت كنا عم نوصل الكراسي ليك ليك شوف شوف ليك شو شو عم طلع فينا كأنه عرفان اسمعوا انت يعني بكون صار لك شي 3 ايام مالك متحمم فشرت امبارح اتحمم بعدين حبيبي البنايات كلها نفس الشكل والحارات نفس الشيء بلد كلها بتشبه بعضها شو بعمل لك مزبوط احزير ابو دهيم شو هذا اكيد معلم البنايه بهدول الزلمات لك انا غلط انا عم غلط بس انتوا ضروري تتنطحوا وتقولوا نجي لحالنا بلا ساعه هيك ايه هي هي هون لسه مو بايده خارج تغطيه لسا خرجت على فكرة عنا مشكلة تانية عاو تذكر أنه باب ما هو يوم منحوس ما بيكفي فالنتاين ومقضينه مع بعض مثل ما قطيب يا ريت تحكي عن حالك بس أستاذ حابب يلعب شدي ما حابب فلس إذا بدك تعرف قديش حق الوردة بالفالنتاين يغزي العين البلد كلياتها صار سينيه لا تقرف إذا عفوا عفوا بالله مكتب المحامي سعد النجار وين هون؟ ما بعرف بعتذر لا هو اكيد هون بهذا الطابق بس نحن مضيعين الباب حقيقه انا هساكن اللي جيت هون ما بعرف حدا اسف شكرا بدك تبكي يا زلمه لك ليش انت لحوح لك ما بعرف تبكي خلاص صفي عنا كتف ورب يلا حق ربك انا علي شو كابسي فوق صاحي رح اطلع اسالك تعالك يا عرب شبابك لعلي مانك مقطوع انت لكن مو سامعها شو عم يصير فوق اخر شيء ليش متلبكين بخيالك وانا رح اقلب الابواب كلها مساء الخير مساء النور هون بيت فكره هون محل بيت مين بدك بدنا مكتب بيت مكتب 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 بدنا مكتب محامي سعد النجار مكتب محامي سعد النجار خير يا شباب شوفي بدنا باب بيت مكتب الاستاذ محامي سعد النجار بدنا باب الاستاذ المحامي سعد النجار يا اهلا وسهلا تحب يساعدك بشي؟ عم اتفرج والله قديش حقها هي؟ هلا كل قطعة مكتوب عليها سعرها هاي القطعة ب 1500 1500؟ ليش كل هالقد؟ لأنه مستوردة ايه من الصين هلا صحيح من الصين بس هاند ميد هلا اذا بتحبي في شيء ارخص بس اذا اخذ الهديه مشان الفالنتاين فهي كتير حلوه مشان الفالنتاين اساسا ما في دول يا حسره لا انا بس بدي اخذها لإلي بس كتير غاليه طيب خلاص انا بهديك اياها لا شكرا لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله بدي اقول لك عن اللي بقلبي اسمعوا هو حلوه القطعه هيك شو ما يقولوا شمالك شتت افكاري ليش اخذ عقلي مني ليلي عم لك بس اثنين بيتزا جاي فوت فوت لاحكي لك على المغامرات اللي صارت معنا مغامرات؟ ايه بالنسبه لك مغامرات احكي له احكي له والله ليش مرتب الكراسي يا حلو بس انا الدفتر كراسي جلد كمان حريشك شو كسرة؟ تأكل معك القصة كلها ساعتين زمان هذا الشباك الشاي؟ تعرف شو؟ انت هذا المكتب لازم تحطه هو شباب تعال مفشي سرق حريشك بس اثنين جاي بس اثنين شباب سعيد ما في شيء أكيد ما في شيء ايه سيد شو ظريف المكتب؟ لا ظريف بس بجديدة عرطوز وبناية مو عشارة عمومي وحارة مسكرة وبيت حشوة وساعة لحتى وصلنا
مين بده ينكشك هون لك سعد؟ ولسه لينا؟ لينا صحيح بتعمل لك فنطي. لا بس كويس ظريف. أدهام أصدق منيح كبداية. وين بدك يفتح لك يعني؟ بالبحصة؟ سعد ليك فينا نضل عم نطبحنك لبكرة الصبح ولا تقلي إنه ما فيك شيء على أساس نحن تعرفنا على بعض مبارح. لا بس تخنقت مع شوفير السيرفيس وضرب لي مزاجي. بس هيك. ولك كده عن أبوهن يا زلمة. حطوا له شوية جبنة. عجين على الحل عم تاكل على فكرة. شيء حلوة. شو قلبي الحياتي. من كل بستان الزهرة. شيء بم بم بم. اللي نعمين الشدة هاتوا قربوا الكراسي. قوموا. ما هو يمكن بالغزانة معك بالغزانة ما؟ ايه ايه. تعشي المملكة. شرف. لك شو هذا؟ شو هذا؟ لا صار بالضفاف. افتحوا لي الطريق، افتحوا لي الطريق. تول 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 افتحوا. اهلين رامز. طيب دق الباب قبل ما يفوت والله نقصني. امتى وصلتي؟ ليش وين كنت؟ ما بعرف. دقيت لك وما رديتي. كنت عم غسل لتي. بعدين شفت الرقم. شو دقيت لك وانت ما رديت؟ شو ساوي؟ دائما نفس الحجة. برافو. شو رأيك تبقى تركب قفل على الباب من برا؟ ترتاح وبتريح. شو يعني عم تتمالسي؟ جاوبيني على سؤالي وين كنتي وامتى اجيتي؟ ما في داعي تحكي قدام تيم هذا الحكي، صار وعي تمام. يعني كل عمرك بتجي على الوقت، ما حلي لك غير اليوم تتاخري. شو بكي؟ اه قولي لي هيك من الاول، حبيبتي في اختراع بالبلد اسمه كوفير وانا بدفع لك. وانت ليش عملتي دوت حلاقه لك؟ هيك مشان اقطع وقت. امسكي. بدي شعراتي يصيروا مثل هيك بيكون اكيد ما؟ ايه لك حبيبتي هي شو ما عملت بتطلع بتفلش بس يعني عليكي ما بعرف كيف حاليا بتطلع بتقرف بعرف وموافقه لك شعرتي لك شوفي وراكي وراي كثير بعد شوي بدي انزل انا وانتي لوين بدنا نروح؟ انتي بدك تروحي على البيت ولا بدي اطلع برات البيت لانه انا عندي موعد شو؟ كانه هابي فالنتاين هابي فالنتاين؟ يا حسره لك انت ما بدك بطيء عادي انه رتب ورا نوار دائما غرفتها هي قاعده لا عم ترتبي عم تفتشي بين اغراضها وفوقها كمان منيه لكن خلص بقى حاجة بحبشة وخربطة حاجة انت متفضيلي ما تنزل على المعمل معمل؟ قصدك على المشغل في فرق من الأرض للسماء بين المشغل وبين المعمل بعدين هالأسبوع قاعد ليكون شو؟ ما اشتقتي لي؟ لا تقلي رديت اتخانقت مع أخوه أوهو هلأ إذا قلنا لك بدنا نقعد يوم بالبيت يعني لازم يكون في سبب أو لازم أكون متخانق مع أخي أو مخرب الدنيا يعني شو صار؟ بدنا نقعد يوم بالبيت يا الله بدي خبرك قصة بس بدي إياك توعدني خلاص بوعدك بوعدك بشو؟ لك مو بدك تحكي لي وبوعدك إنه ما أحكي لحدا والله فهمت أحكي نعم رح ساوي لك فنجان قهوة وروح كريمة شو بدك تحكي أحكي هاتي بشوف طيب البيت اللي اشتريته لسعد هيتو بشت طاف هيني شكى علي صاحب المحل فمشان كرامتي مبليت ب 500 ليره يلي ما تكون رتبت تبع ال 1500 ايه كنتي خليه هديك اياها ايوه هذا كان ناقص لخلص ايه وحدانيه بس مو لهالدرجه مو انت قلتي لي انه ظريف لك ظريف بس مو ستايل الله يلعن ابو العمر لك نحن اذا من هلا هيك ما نصير ب 30 شو بنساوي لك والله نحن بنات صغار لك ايه شو عم تنتفي جاجه انت لك خلاص خلصت عن جد؟ ايه فيني شوف؟ شرفي شو هاد؟ شو
شو شو شو هاد؟ هي هي القصة؟ ما أنا قلت لك من الأول. لك بتفلش؟ بتفلش؟ هلأ مع شوية مكياج تطلع بتاخد العقل؟ منيح اللي عجبتك. هاتي لتشوف. ما بدك تقولي لي مين مواعدة؟ لك مو مواعدة مواعدة هيك يعني. أستاذ الرياضيات تبع معهد الأمل ما؟ لأنه وقت ما حكيتي لي عنه حسيت يعني إنه في شيء. هذاك طلع ظريف بس من بعيد، أما لما يحكي مصيبة متنقلة. لك مين؟ حذري. ما بدي أحذر. يا رب. يا رب. لك ما بدك تشيلي لهالبطيخ من راسك بقى؟ شو صاير بيناتكم؟ ما صاير شيء. شوية تلاميح. لسه بتقلي تلاميح وتلاميح، آخر مرة سمعت لهالجملة قبل ما أفوت على الجامعة. حلو هيك مكياجي ما؟ خفيف. يعني كلاس. والشباب بيحبوا المكياج الخفيف. بيحبوا؟ لك حبك برص إن شاء الله. لك يا رب يا رب، معساس آخر مرة حسيتي حالك سخيفة إنك حبيتي أيام المدرسة، شو صار هلا؟ وأنتِ ليش رح أصير معك لو أبعد شوي؟ يعني شو فيا إذا كان هو رفيق أخي شو محرم يعني؟ ما فيني أتجوزه؟ تتجوزي؟ لك ولي احكي لي شو صاير؟ فهميني؟ قل لي غبتن عنك أسبوعين زمان. لك ما صاير شي. بس التقيت أنا وياه كذا مرة بعد ما صار يدرس بالمدرسة اللي أنا عم درس فيها، يعني محل ما أنا أمنت له شغل. وكمان هلا أنا ناوية إني أمن له شغل بالمعهد الخاص اللي عم درس فيه، وطلب مني كمان إني أسأل الناس اللي عم بعطيها دروس خصوصي إذا بدهم أستاذ تاريخ. عم لما عمل هيك يعني أنا حسيت صاير شي بيناتكم؟ مجنونة أنتِ؟ وين شطح مخك؟ هلا أنا اللي عم بشطح مخي؟ هاتي لشوف فهميني، لك والله أدهم ما يدري لي نتفك. كثير حتى يعرف أدهم بعدين. وهلأ شوف الموعد بيناتكم يعني؟ لا لا في موعد ولا في شيء، بس أنا وياه متفقين لما أكون فاضية بقله مشان أشوفه وأعطيه الملخصات اللي مندرسهم عنا بالمعهد. لك يعني هيك شغلات ثلاث أرباعهم بلا طعم. يعني أنا حسيت لما هو طلب مني هذا الطلب هو جاي عباله يشوفني. هلأ بدي أنزل أدقله الساعة 6 ويوم الفالنتاين ورايحة تعطيهم، ما رح تشوفيه بالمدرسة. اليوم بدي اشوفه. حلوة كندورتي؟ تكسر مع اللون الأسود ما؟ روحي دقيله قبل ما تنزلي وتنكلي، بركي مانو فاضي بركي كان أخوكي أدهم معه. بعدين قديش في احتمال بالمية إنه يوم الفالنتاين يكون يعرب لحاله؟ 0%. لا، هو قال لي لما تكوني فاضية دقيلي أنا جاهز. لك أنتِ ما شفتي وهو عم يحكي؟ والله كان في شي بعيونه. لك تطليعته تطليعته ما كانت طبيعية. حبيبتي يا رب إذا تطلع ببقرة بيكون تطليعته فيها شي. شكرا. لك والله ما قصدي والله ما قصدي. لك بس إنه فتي على الجامعة وتخرجتي من الجامعة ولسه هالبطيخ علقان براسك، روحي دوري على واحد تبع جواز ولا ناوي تصفي على الدور مع العوانس؟ استغفر الله وأتوب إليه. ليش هيك عم تحكي؟ شو عم تساوي طول النهار إذا هلا مالك بقرة شي بالبيت؟ جرب تقعد نهار كامل مع تيم وقلي شو فيك تساوي. طبخت، سويت، عزلت خراستين المطبخ، كياس الزبالة المكومة بهالمطبخ وناطرة مين ينزلها لتحت، تنزل لحالها وانت على قولت، اليوم بكبهم وبكره بكبهم، اليوم بكبهم وبكره بكبهم. لك أنا قلت لك لا تنزلي، وأنا أنت اللي بتحبي تعزبي حالك على الفاضي. لك انت بتعرفي قديش انا بحبك. هذا الوضع كله بتغير بكره متى ما استلمت الشغل الجديد. ايش عم يوزع ثقه مع الشغل الجديد؟ ولك انا بثق فيكي اكثر ما اثق بحالي، يعني كلياته هالسؤال اللي سالتك اياه دقيت وما لقيتك، كفرنا. هاي مو اول مره رامز، مو اول مره، انت بتعرف اني انا بوجود تاني مستحيل كون عم بتعرف. لك معك حق معك حق. مظبوط. بس خلص يعني فرديه ما لها حرزانه الشغله. تردت خالص. والله العظيم أنا تعبت، والله إني تعبت، وبعرف إنك أنت كمان تعبت. رامز بترجاك إني شو ممكن ساوي لحتى تقتل هالشك اللي جواتك ترتاح وتريحني. لا تكبرية للشغلة، يعني كل هالشي لأنه أنا بخاف عليكي. شفت أنت لهلا ما بدك تقولها. رامز أنت ما عندك ثقة فيني، وطول ما هي المشكلة بينك وبين حالك ما رح تنحل، فمعناته مشكلتي أنا وياك كمان ما رح تنحل، لأنه لازم على القليلة تعترف بهذا الشيء بينك وبين حالك لحتى تقتل هالشك اللي بقلبك وترتاح وتريحني. لا قدرستي لك هالسنتين علم نفس وهيك،
لو تخرجتي شو كان صار؟ كنت ما تجوزتك. شو هاد؟ دواء. لا ناطرك تقولي لي انه دواء؟ شو عم يساوي عنا بالبيت؟ ايه شو بيعرفني؟ اسأل امك. لما لا تضحكي علي، امك عمرها 50 سنة، شو بدها تعمل بدواء حد منح حمل؟ الا طلع عقلك من مرتك على سماي. هلا انا عم طلع عادي. مثل ما سمعت. لك وعم تردي بوشي كمان؟ فكرك اذا طلعت بتعملي اللي بدك اياه وبتروحي بتجي امتى ما بدك؟ اه؟ لك عم بحكي مع حبيبي. مين مصاحبي اه؟ مين؟ هدول الشباب اللي كانوا واقفين على الباب؟ انا واحد اللي كان لازق بالباب؟ لك احكي. مثل العادة شربان وجاي تتفشش فينا. تضربي خليتيني اكذب على امك، انا ما بحب اكذب. ايه عجلي وانت مساكت. لك شو عجلي وانت مساكت؟ انا للا ما عم بفهم شيء، ماني مقتنعه. حبيبتي انا كل طلعتي من البيت مشان نحكي على التليفون براحتي، يلا فرقينا. بس ما رح نام لتدقي لي وتقولي شو صار. يلا. ليكي خليني واقفه وما بحكي ولا حرف. نوار حلقي. يلا باي. لا ما عندك ثلاث بنات؟ وين رابع؟ حملوا يا حملوا يا لا يا مبالا يا ليك لك يا عيني شو مرسوم بالبنات انا بس بالشنطه شباب شو ولدكم؟ من قبل وزارة الصحة ولا لا؟ دقي خلص ابو السعود شباب مشان شوفير سيرفيس دك تقرب لنا قاعدة غم يعني شو رأيكم شباب؟ أنا أحلى وحدة فيهم كول بقى والله انت وضعك صعب منيح يا صاحبي لك لا لا عن جد عم بحكي هي بحسها شايفه حالها هي بدها بس ما بتحب تحكي لا بنت الكبه دروش من هيك هلا السباديه لئيمه والبستونيه مجذبه بس الديناري ما بعرف انا بحس ان السباديه عفشه يعني ما لها نظيفية بينما هي أنيقة هيك مهففة مرتبة يعني نظيفية بالمشرمحة يعني ما؟ كل شي عنده مفروز يا حافش يا مرتب طبيعي أنت حكيم؟ حبيبي ما في حدا منا طبيعي ويفيك تقلي شو العلاك اللي عم تعمله بحياتك شو ها؟ هذا مباكي مغرش ما يعني طبيعي أنت على هالرنة أمرد أمرد يا عروف وانا فيه يا أمي يا رب في بدات العجائب هي بتاعت حريصك على الفرازة كأنه الصوت جاي من عند الجارة اللي فتحت لنا اليوم معقول يكون عملنا لنا مشكلة البنت بنت؟ قال بنت؟ فعلا ما خرجت تتعرف على بنات غير بالشدة مرة مرة ومكترة شفت لي شلون مثل مورانو كوبي يا حمار ما في مورانو كوبي بعرف ما في مورانو كوبي بس تخيلها مورانو كوبي لحظة تخيلها يا رب يا رب يا رب شباب إذا ما بدكم تكملوا لعب خلوني أمشي أخي أنا رح روح دق عليهم الباب أعرف شو القصة يستر على عرضك بلا مراجل أنت الثاني فرع الآلة هي وزوجها وين تعش حالك بيناتهم بعدين تعال هون شو بدك تقول لها أنا في جار فلسطين شو بدك تقلها؟ بجوز اترك انا ولينا. ما عاد فيني كذب. يا رب مشان الله قوم افصله. ليه نوار؟ وين صرتي؟ ما صار شيء. ما صار شيء. ما رد. يا وزا طلعتي من السيرفيس انزلي الله يخليك انزلي يلا باي هلا اول شيء ما حكي برم ظهره ومشي بعدين التفت علي وقال لي انه ابوه لليال توفى بتعرفي حاسه حالي ظلمته مالك مصدقتيني ما لك عم اقول لك شفتهم بعيوني هو وياها يخرب بيت قلبها ابوها توفى ما تقعد تنضب بالبيت بعدين خلاص بس حاسه حالي ظلمتيه اكيد بده يرجع يراضيكي تقلي شوي وفرطيه هو هيك إيه بس ساعتها بدك تعرفي انه لبين ما تموتي بده يتم مستوطي حياتك وعم يخونك ايه لا مو ساعت يعني هو كان يحب ايام الجامعه بس هلا انا متاكده انه ما بتعني له شيء
لو كانت بتعني له ما كان ترك مكتب ابوه وسمع كلمتي وراح تشنطط كل الشنطه تلاقي مكتب لحاله. في شيء مو ظابط، شو الصدفه هي؟ مو معقول جوزك يترك المكتب من هون وابوه يتوفى من هون، لا تقنعيني مو ظابطه. بس حسبيها بالعقل، يعني لو لساته بحبها كان تجوزها. بكل الاحوال قصه سهله كثير، بكره بروح بتمشى بالشارع الا ما اصدف لي شيء نعمه. او قل لك رح اروح لعند ديال وعزيك. حبيبتي عقلك براسك بتعرفي خلاصك، بس لما تعمليها تراجيديا زياده عن اللزوم. مشكلة اني كبرت القصص كتير وخبرت اهله. قد ما كبرت القصص بده يرجع، بس مو مشانك مشان البيت، بقى لا تخافي. شو امي بلاقيك رجعتي؟ طبعا لاغين الحفلة الموسيقية. انه ما في شيء ظابط بهالبلد؟ يلا شو بدنا نساوي؟ شو هذا يلي بيدي؟ ولا شيء. كندرا ما صار عندي 50 جوز وراتبي كله رايح على الصرامة. وصاروا 51. أمي عندي شغل كتير لبكرة وتحضير دروس. هلأ صار عندك دروس؟ ماشي. صار لي ساعة واقف على الباب وما ملاقي المفاتيح. جيبي المجلات والورقان. ماني عرفان شو بحببك بالمجلات السخيفة هي. طيب عظيم بس شو أنا بضرب بالمندل لأنك مضيع مفاتيحها؟ بعدين مجلات ما حدا عليهم، أنا بجيبها لحالي. هاتو. بعدين ما قلت لك إني أنا مي زيادة قبل ما نتجوز. مرحبا ردوش. اي مثل العادة. عصب علي بدك يعني بعملت هيك روي. طيب هلا بدي اقول لك ممكن تتركي المجلات اذا بتريدي؟ لا. ايه نادو. خلص حبيبي. انت صار ما عاد لك وجود. حكيني بعد ساعة او تنتين. والله الحق مو عليكي، لا والله. حق علي. هلا انت مو بتجيبهم لحتى تخلص من نقي؟ وتعيش بهدوء وصمت وتشوف أخبار بالتلفزيون وتفوت على النت. خلص خلي كل واحد يعمل اللي بيستمتع فيه. أنا كمان بشوف مجلات سخيفة. كذب وحقيقة وتلاقوا بنفس القالب من أول دقيقة. كذب وحقيقة رح ينتهي هالحب ونرجع نلتهي بهالقصص العتيقة. هوا بلاد الهوى نتمنى نرجع سوا، يا ريت الليل ارتوى من الضم الجريئة. بدنا هوا مسنون بدنا صفا وسكون، لما الحلا بيخون بتموت الحقيقة. الليالي وعالايام.
من أول دقيقة رح ينتهي هالحب ونرجع نلتهي بهالقصص العتيقة.